الفرارة والصفاي، لما تصائمين بعد أداء صلاة التراويح، إذ يفضل كثير من المصلين الالتحاق بالمقهى لارتشاف فنجان قهوة من نوع خاص، فلا يحلو السمر والسهر بلا قهوة. وإحنا فرارة تقليدية هنا، مقهى تقليدي، نبيعوا الفرارة لتاي والصفاي، مختصين بهذا الشيء. حتى زاد البري وطلعت العلا، رانا محافظين على الأسوام بفايدة قليلة على جال المشترين نتهلين فيهم. وهنا يا مقهى الكواريوم قبل الأبناء الجلفة بعد الإفطار، والحمد لله على ذلك. سكان مدينة الجلفة يجدون في فنجان القهوة نكهة خاصة تميز السهرة الرمضانية، وقهوة الفرارة والصفاي اختصاص تركي طبقه سكان ولد نايل وتجدر في المنطقة ككل. الله يتقبل صيامكم إن شاء الله. اليوم أنا في قهوة الكواريوم بوسط مدينة الجلفة، وني جمعوا قاعدين أهل المنطقة ونشربوا اليوم في الفرارة مباشرة بعد صلاة التراويح إلى تناول قهوة الفرارة، اللي هي قهوة شعبية، وهي أصلا قهوة تركية، ما يعرفها الناس بالتركية ويعرفوها هنا في الجلفة بالفرارة، وزيادة على الشاي وبعض المشروبات. القهوة معشوقة الجزائريين، لا يتخلى عنها كثيرون في رمضان، ويعتبرها هؤلاء أولوية ما بعد الإفطار.